بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. أشاد نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح بمواقف الصين الداعمة لأمن اليمن واستقراره ودعم الشرعية وجهود إحلال السلام في اليمن. جاء ذلك خلال لقائه السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ. وأطلع نائب رئيس الجمهورية السفير الصيني على المستجدات الميدانية والسياسية وسير تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة في ظل الخروقات المستمرة للميليشيات الحوثية. من جانبه جدد السفير الصيني دعم بلاده للشرعية ولأمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. عقدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة برئاسة رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك كاميريت أول اجتماع لها في مدينة الحديدة. الاجتماع عقد بعد أن دخل الأعضاء الثلاثة من الجانب الحكومي إلى وسط المدينة حيث يقع مقر الأمم المتحدة. يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها وفقا لاتفاق ستوكهولم، وتتولى مهام الإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والانسحاب من مدينة الحديدة وإعادة انتشار قوات الأمن. وصلت ميليشيات الحوثي خرق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بالحديدة، وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين في قصف حوثي على مواقعهم بمديرية التحيتة. كما كثفت ميليشيا الحوثي من قصفها المدفعي والصاروخي على حي منظر السكني بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، متسببة في إلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين وتشريد الأهالي من المنطقة. هذا وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 20 خرقا خلال 24 ساعة الماضية، وشملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاون والأر بي جي وصواريخ الكاتيوشا. أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية عملية عسكرية جديدة لتحرير المناطق الواقعة بين جبهتي مران وعلب شمالي غرب محافظة صعدة. ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي قوله إن فتح الجبهة الجديدة هدفه الإسراع في عملية التحرير. وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال العملية من تحرير جبال النفاخ والمصرف والقشبة وسوق الباحة بمساحة تقدر ب 35 كيلومتر. دارت اشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي جنوب دمت بمحافظة الضالع، وقصفت مدفعية الجيش مواقع الميليشيات واستهدفت طقما لها أثناء دخوله منطقة الحقب من اتجاه دمت، ما أدى إلى تدميره ومصرع وجرح من كانوا على متنه. افتتح محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو أول محطة أكسجين طبية بالمحافظة. المحطة أنشئت بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبإشراف منظمة الصحة العالمية بتكلفة 95,000 دولار، وسيبلغ إنتاجها اليومي من الأكسجين الطبي 50 أسطوانة. وأشار المحافظ بن عديو إلى أهمية المنشأة الطبية التي ستقدم خدمات هامة للمستشفيات الحكومية العاملة في المحافظة، ووجه المختصين بالحفاظ والصيانة اللازمة للمنشأة وتجهيزاتها بما يضمن ديمومة خدماتها لمستشفيات المحافظة. أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب تعميما إلى مالكي العقارات السكنية والتجارية يتعلق بضبط إيجارة الشقق السكنية والمحلات التجارية بناء على توجيهات المحافظ سلطان العرادة. وتضمن التعميم اعتماد 25% للرفع كحد أقصى للإيجارات السكنية على إيجارات عام 2014 و 50% كحد أقصى للمحلات التجارية، إضافة إلى تحديد إيجارات الشقق السكنية حديثة البناء بقيمة 500 ريال للمتر المربع و 2000 ريال للمتر المربع للمحلات التجارية. وحذر مكتب الصناعة في التعميم ملاك العقارات من التلاعب بأسعار الإيجارات، لافتا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. نهاية الموجز، في أمان الله.